أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة وأسرة جديدة. بنتعرف مع بعض على أفرادها، بنقترب منهم، بنشاركهم أفكارهم، خططهم للمستقبل، مشاكلهم. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أسرتنا اليوم هي أسرة الفنان الشاب أحمد ناصر. هو مطرب صاعد نشأ في مدينة دمنهور، وهناك بدأ مشوار الغناء في سن صغيرة، ثم قرر خوض مجال الغناء ليبدأ الجمهور في التعرف إليه من خلال مشاركته في برنامج غنائي لاكتشاف المواهب الجديدة، ثم مشاركته في حفلات ليالي التلفزيون، ليبدأ بعدها أحمد لتحقيق أحلامه وأحلام أسرته. فوالده الأستاذ ناصر عبد القادر يعمل في مجال التعليم فضلا عن كونه مصورا فوتوغرافيا، أما والدته فهي سيدة المنزل إيمان السيد، وعن الأخوات فهم محمد وعبد الرحمن وفاطمة، ويدرسون في مراحل التعليم المختلفة. أسرة مصرية متوسطة نخوض معها اليوم رحلة جديدة في بيت العيلة. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية. اسمحوا لي أن أنا أعرفكم بالأسرة اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، أسرة الأستاذ ناصر عبد القادر. أهلا بيك أستاذ ناصر. بيك يا أهلا وسهلا. الزوجة الأستاذة إيمان السيد، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيك. معانا أيضا فنان أكيد كتير منا شافوا وسمعوا وتابعوا كمان وتابع أغانيه، معانا ابن الأستاذ ناصر عبد القادر أحمد ناصر، الفنان أحمد ناصر. معانا آخر العنقود فاطمة، أهلا يا فاطمة. ومعانا عبد الرحمن، أهلا بيك عبد الرحمن. أسرة الأستاذ ناصر، اسمحوا لي أدي بس فكرة عن الأستاذ ناصر عبد القادر. هو موظف بإحدى المدارس في وزارة التربية والتعليم، وهو أيضا فنان، يعني أحمد ورث الفن في صورة أخرى من والده. هو مصور فوتوغرافي. برحب بيك مرة تانية، برحب بالأستاذة إيمان مرة تانية. أهلا وسهلا. وعندي سؤال دايما ببدأ بيه، اتفضل. إن أنا أبدأ حواري بسؤال، أعرف إزاي الأسرة الجميلة دي اتكونت، أول لقاء بينكم وتعرف بينكم كم إزاي لو تسمحوا لي يعني. والله يعني اقول انا ولا تقول انت؟ انا هسمع منكم انتوا الاثنين. ماشي. بدايتي انا في التصوير، والد ام احمد هو اصلا برضو في مهنه التصوير، يعني هو اساس الموضوع. ففتح تصوير، محل تصوير عندنا في المنطقه، فانا بالتالي انا موجود معاه في المنطقه فاشتغلت معاه. ايوه. فجت المعرفه من هنا بقى، يعني ان انا كنت بشتغل في محل ابو ام احمد. دي الحاجات الجميله بتاعت زمان اللي ما بقيناش نسمعها، ان العريس او بيشوف الاخ الاول فيعجب بيه، او يشوف الاب ويعجب بيه ويتمنى ان هو يناسب العيله دي. بس العيله هو ده، هي دي البدايه. فيعني برضو مش حكاية يعني برضو زي ايه التقليديه اللي الاسره نعرف الناس دول، نعرفهم مثلا اهلي والدتي والدي، الناس دول كويسين، ناخده بقى ايه بنت الناس الطيبين دول. لكن شفتوا بعض اكيد؟ ايوه طبعا شفنا بعض. وحصل يعني برضو اعجاب ولا ايه؟ اكيد يعني. والله انا بقول لحضرتك هو كان لقاء. يا احمد ايه احساسك وانت بتسمع؟ بعد 25 سنة. ايوه لازم نعرف. احنا متجوزين. لازم نعرف انت جبت فلوسك شكلها ايه، والفنان اللي قدامنا ده ازاي يعني. لازم والله. بصي هو فعلا كان لقاء يعني اسره، تعرفت باسره اللي هو الجواز التقليدي يعني. ايوه.
بس ولما اتخطبنا عرفنا بعض خلاص، ومش عيب نقول ان احنا اعجبنا برضه ببعض. لا لما اتخطبنا يعني عرفنا بعض خلاص بعد الخطوبه بقى وبالتالي ومش معنى ان هو كان مع بابا وكده لا 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 هي العلاقات مفتوحه. هي حتى كان سنها صغير ايامها، كانت لسه هي لسه صغيره على فكره، باين يعني عليها فرق بيننا كبير يعني برضه 10 سنين. ايوه فكان برضه ما كانش فيه برضه الجيل ده كان بيحب ان يكون الفرق كبير. كبير يعني كان بيبقى ليه وجهه نظر يعني. والله هي بس كل واحده صغيره عشان اعرف ابرمجها الكلام بقى ده. ايوه وموضوع السن ونيجي بقى للحاجه المهمه ان اتكونت احلى اسره في الدنيا ربنا يهديها. بقى لنا 23 سنه 23 سنه ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب ما شاء الله. في احمد هو الكبير احمد ناصر زي ما قلت هو فنان اشترك في قدم في حفل عيلة التلفزيون، غنى في حفل عيلة التلفزيون في عودته الجديدة، وأيضا اشترك في برنامج غنائي في يعني متخصص في اكتشاف المواهب مشهور جدا، وبرضه غنى فيه وكان ليه بصمة فيه. هو أنت الكبير مش كده في الولاد؟ فاطمة آخر العنقود، في عبد الرحمن، وفي محمد المجاش النهاردة. أحمد أنت قصة كبيرة، بس انا اللي اعرفه ان انت بكالوريوس او في سنه ثالثه علوم ولا سنه رابعه علوم؟ داخل رابعه ان شاء الله كليه العلوم جامعه دمنهور. وبتغني، والاثنين ما لهمش قوي علاقه ببعض، واضح هنا الشهاده انت بترضي بيها. والله هقول لحضرتك حاجه، هو كان في وجع اعتراض كبير جدا من بابا وماما على موضوع الغنى ده بالذات، خصوصا وانا في الثانويه العامه. بس انا كنت مصمم على الموضوع لاني كنت حبه. يعني الواحد لما بيحب حاجه لما بيحب يعملها بيحس ان هو بيعمل حاجه او مرتاح. فكنت بحب ان انا اغني بغض النظر عن الدراسه، يعني كنت ما بقصرش في موضوع الدراسه. بس فكنت على طول في نزاع كبير انا ووالدي بسبب الموضوع ده، اروح في الحته الفلانيه مش رايح، لا انا عايز اروح، لا مش رايح، لا. يعني لحد ما رضخ للامر بقى. وانت برضو قابلته في منطقه وسط وقلت خلاص هاخد الشهاده. بالظبط انا قلت له لو قصرت في الدراسه ده شرط، يعني انا قلت له لو ده كان شرطك لو قصرت في الموضوع بتاعي اديني الانضباط في التعليم، يعني ما تاثرش في تعليمك وكويس، انا ما عنديش مشكله. ايوه يعني انت انجح وكل سنه ان شاء الله ربنا يسهل، وبعد كده انت حر بقى اعمل انت عايزه. أيوة. طالما انت بتديني اللي انا عايزه يبقى انت بقى ايه اعمل انت عايزه. فهو فعلا الحمد لله. وبرده كنت معارض انا موضوع الغنى ده اساسا، يعني ليه معارض؟ يعني احمد احنا هنسمع دلوقتي، ما احنا هنسمع دي موهبه من عند ربنا. ما انا بعد ما هو اشترك في الجامعه، في كان في ابداع بيعملوا مسابقه للجامعه مستوى الجمهوريه، فهو راح مسابقه ابداع دخل بأغنية حلوة لأم كلثوم وغناها حلو. أنا لما سمعتها يعني حسيت إن هو حلو كويس، فأنا قلت بقى إيه يعني هو أحمد صوته كويس. حتى أنا سألت من اللجنة اللي هي كانت موجودة يعني إزاي ما اختاروهوش إن هو ياخد مركز، يعني لجنة إبداع يعني إن قلت يعني هو يمكن أنا شايف إن هو غنى أحسن من اللي كانوا موجودين، فهم برضه ليهم رأيهم، بس أنا إيه يعني عرفت إن هو صوته حلو. أيوه من الاغنيه دي. فهو حتى مثلاً كان اربع سنين من مره من دخل غنائي. مره دخل عليا يعني بابا اعترف بموهبتك بعد مرور اربع سنين من دخل عليا مره لاني بسمع الاغنيه ظبطك اسمك ظبطك متلبسا يعني انت بتعمل ايه هنا؟ ايوه فمن هنا بقى قلنا ايه الاول برضو الدراسه وبعد كده. طب انت يعني بتحب ايه لاحمد عشان احمد يسمعه؟ والله اغاني كل الاغاني اللي هو بيغنيها، اولا هو بدا باغاني عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم، هو صوته حلو يعني في الحاجات طبعا اللي انت جيل عبد الوهاب وام كلثوم وعبد الحليم كل الحاجات دي احنا حافظينها. والاستاذه ايمان اكيد طبعا يعني نبدا باغنيه قديمه نسمع اغنيه قديمه ولا انت تحب تبدا مش حاجه ثانيه؟ سمعنا ايه؟ ممكن نقول حاجه طبعا موسيقار الاجيال عبد الوهاب. اتفضل. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني وتشغلني،
وداني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم وداني من غير ما يسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم، ده عنيا دموعها دموعها بتتكلم، عيني يا دموعها دموعها بتتكلم، يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني، ليه تبعد عني تشغلني. الله برافو. الله الله الله. طيب وتقول لا بلاش تغني يا احمد. لا ما كانش الموضوع كده، ما كانش كده. لا ما كانش كده. كان في حلقه وصل. طبعا حلقه وصل ازاي؟ بص انا هقول لحضرتك يعني ايه حلقه افهم بس ماما. انت كنت اللي وصلت القطبين المتناحرين هنا. هقول لك بصراحه، ماما كانت على طول يعني، وسلام ما كان بابا بيقول لي لا كنت اروح على ماما عشان خاطري، ومسابقه مهمه او حفله مهمه ولازم اسافر وكلام من ده، فهي اللي كانت بتقنع بابا دايما، وكانت دايما هي اللي بتجي لي حفلات. يعني انا قليل جدا لما كان بابا بيجي يحضر لي حفلات، هي الفتره الاخيره بس يعني من بعد ما شاركت في البرنامج، بعد كده بابا بس اللي كان، بابا وماما بقوا بيجوا على طول، بس الاول كانت ماما بس اللي بتيجي تحضر. فكان امتى التحول زي ما بيقول كده من اول قبل من اول بدا التحول؟ لا من اول المسابقه، من مسابقه الابداع بتاعت الجامعه، من اول بدا اقتناعك ان لا الموضوع مش هزار، انا قدام موهبه تحترم ولازم تاخد حقها. احمد يعني ما شاء الله هو من يعني بيطور نفسه يعني بسرعه، يعني مش بيقف، بيفضل ورا الحاجه لغايه ما يجيب، ومره واثنين وثلاثه ما بيقاس. طلع يعني الصفه دي لمين بقى؟ والله لبابا ولا الماما ولا ليكي ولا البابا ولا في تحدي بيني يعني مننا احنا الاثنين، لان اكيد يعني هو واخد من هنا ومن هنا يعني ان شاء الله بننفذه يعني. وبعدين احمد كان برضو بيتدرب في الكره الدمنهور، كان بيلعب كوره انا اساسا كنت بلعب كوره قبل موضوع الغنى ده خالص، وجات لي عندي اصابه في ركبتي هنا منعتني ان انا اكمل في موضوع الكوره، لحد ما اكتشفت موضوع الغنى ده بالصدفه، ودخلت في مجال الغنى ده حتى متاخر كمان يعني. انا بالصدفه ازاي اول مره غنيت؟ انا عايز اعرف التاريخ بس. عايز اقول انا معايا يعني معايا اول هديه اخذتها بعد ما غنيت، هي موجوده معايا هنا بس ده هو الطفل بتاعتي. هو طفل حالا، كنت تقريبا في سنه سته ابتدائي او اولى اعدادي، حاجه مش فاكر بالظبط، من حوالي 10 سنين. ماما قالت اعدادي 10 سنين تقريبا. كانت مصر كسبت كاس الامم الافريقيه اللي كانت في مصر هنا 2006. وكان برضو النادي الاهلي كسب بطوله دوري ابطال افريقيا لما راح اليابان، كان اول مره يروح اليابان في السنه دي في الكاس العام للانديه. فكان في عربيه من شركات المحمول موجوده عندنا بتسال اسئله، واللي بيجاوب بتتوزع عليه التيشيرتات وحاجات شبه كده. فكنت بشتري حاجات في يوم مع والدي، انا طبعا ورثت موضوع التصوير ده من والدي ومن جدي يعني. هي يعني انت كمان مصور محترف وهاوي يعني بقالي مثلا من وانا في رابعه ابتدائي مثلا. أي. يعني الكلام ده بقاله 12 سنه بوجوده معايا دايما محترف هنا وهاوي جمعتهم. لان الاحتراف كتصنيف الفن بتاعك يعني جيد جدا الى درجه الاحتراف، لكن انت ما احترفتوش كوسيله كسب وكده. بس هو يعني موضوع التصوير، موضوع التصوير عامه يعني لما تحبيه بيبقى احسن. يعني انا لما احب حاجه لما تاخده واعملها كهوايه بتحب تعملها بس يعني بحس باستمتاع وانا بعملها بالظبط. فهو نفس الطريقه برضه يعني، هو بيحب الحاجه اللي هو بيعملها. تمام. انا يعني شايفه ان بابا بيحب الاغاني القديمه،
وانت من جيل الشباب وبتغني اغاني قديمه وبدات بيها يمكن الكارير بتاعك. عجبني الوصله دي، انت ما انفصلتش عن الماضي، لان اللي ينفصل عن اغاني زمان وفن زمان او يكرهه، انا شايف ان هو مش ممكن يبدع. ما ينفعش نكره الكلام ده، ما ينفعش نقول الكلام ده فعلا يعني. الاغاني القديمه عموما هي اللي هتخلي الواحد صوته يبقى على الشكل المطلوب، هيخليه يبقى مبدع بعد كده في الحاجات اللي هو هيعملها، سواء جديده او لو هو مثلا جاب حاجه من القديم وحب ان هو يعيد صياغتها تاني. هتبقى الموضوع يعني لازم يبقى ملم بكل ما ينفعش ننسى الجذور، القديم ده جذورنا. واللي عاجبني كمان ارتباط العيله ببعض، الحمد لله. يعني الجذور هنا مش بتكلم فيها من كذا وجهه نظر، طبعا ليها اكتر من منظور انا شايفاه قدامي دلوقتي. الحمد لله، يعني في ديمقراطية، يعني ما مش تحكيم رأي وبس، بناخد وندي بعض في الكلام، وفي الآخر الصح بيتعمل يعني. طيب، على ذكر القديم والجديد والأغاني القديمة والجديدة وإحساس الناس بيها إيه، ومختلف الأجيال، هنا بنتكلم على الأعمار المختلفة، اسمحوا لنا يعني نخرج لتقرير خارجي ونرجع نستكمل حديثنا مع بعض إن شاء الله. فضل. زمان كان على الرأي اللي بيقول لك وعايزنا نرجع زي زمان، طب قول للزمان نرجع زمان، لا يمكن الزمان هيقدر يرجع في كلمته المصداقية، الرؤية الصادقة، الكلمة الحلوة الجميلة اللي هي طالعة من العقل ثم القلب، يعني العقل بيترجم مشاعر الفسيولوجية للسيكولوجية وبيقول كلمة بيها معنى عايشين عليها لحد النهاردة. لما كنا بنحضر حفلات أم كلثوم، كانت الحفلة يوم الخميس، دي كانت وجبة دسمة ترفيهية جميلة لكل البيوت المصرية. غنى زمان كان ليه معنى وكان ليه ناس وليه ذوق، بحيث ان كان يعني ممكن اقعد على اغنية تلاقي الاسرة كلها بتسمع الاغنية، اما دلوقتي فتلاقي الغنى هابط، ملوش معنى، ملوش اي ذوق، حتى التكنولوجيا والاجهزة الحديثة اثرت على الصوت نفسه، فممكن تطلع الصوت وحش يبقى صوت حلو. بالنسبة للاغاني القديمة طبعا كان فيها تلحين وموسيقى وكلمات، وكان فيها توزيع، حتى كنا بنسمع اغاني يعني قول للزمان ارجع يا زمان، خلاص ما عادتش هترجع تاني. يعني هي الاغاني اللي احنا اتربينا عليها او اللي احنا سمعناها كلها فيها كلمات يعني بتمس الواقع وبتمس الحياه. النهارده اصبح الشعبيات هي اللي موجوده. زمان كان رتم الحياه زمان بطيء، لكن دلوقتي الاغاني اتطورت تطور طبيعي مع تطور الغناء اصلا. يعني مثلا دلوقتي مثلا فن المهرجانات اللي ظهر فجاه ده هو بيعبر، يعني زمان الاغاني القديمه عمرها دلوقتي ما تشغل فرح او ترقص شباب في فرح او كلام من ده، انما الاغاني الجديده تقدر تعمل ده وبسهوله. زمان اغاني الست ام كلثوم تعرف تسمع، اغاني عبد الحليم تسمعها، فريد تسمعه، فايزه تسمعه، نجاه تسمعه، انما النهارده اغاني ولا ليها لازمه ولا تخش دماغ الواحد باي شيء ولا بتفيد باي شيء. ناس كانت بتقف تتمال وبتروح تحضر لام كلثوم بخصوص وتقعد ساعتين اتنين قدامها. اتحداك ان كان اي حد دلوقتي قدام الجيل الجديد من المغنيين ويقدر يتحمل قدامه مثلا ساعتين زي ما كان بيقعد قدام عبد الحليم ولا قدام ام كلثوم. حتى الكلمات كانت هادفه الاول وبتوصل للقلب ومؤثره. بيكم مشاهدينا مرة تانية، نستكمل حديثنا مع أحمد ناصر. كنا بنتكلم على قصة على فكرة ما اكتملتش، ان انت بدأت المسيرة بحبك للكورة وكنت لاعب كورة وتحولت الفن. وعلى فكرة دايما بلاحظ ان اللي بيبدأوا في لعب الكورة وتحصل لهم إصابة بيتحولوا للفن بطريقة أو بأخرى، ممثل بقى، الموضوع جيب صدفة مغني. صدفة غريبة يعني. فأنا زي ما قلت لحضرتك كان العربية بتاعت شركة الاتصالات دي، وكانوا بيسألوا أسئلة واللي كان بيجاوب كانوا بيوزعوا عليه جايزة. فالسؤال كان، أنا فاكر حتى سنتها، إن مصر طبعا كان خامس مرة تاخد كأس الأمم الأفريقية،
فكان سأل السنين بتاعت التواريخ الخمس مرات. فطبعا انا كنت عارف الاجابه يعني، فسبت كنت بشتري حاجات، سبت الحاجات عند الراجل ورحت عشان اجاوب على السؤال. فقلت له 57 59 86 98 2006 كان اخر حاجه. فطلب مني ان انا اطلع فوق العربيه اللي العربي. المهم شالوني، كنت طفل صغير، شالوني طلعوني فوق العربيه، لقيته بيديني مايك زي ده كده وبيقول لي اتفضل غني. قلت له نعم. قال لي لا غني. قلت له ما بعرفش غني يعني، انا سالتني سؤال وانا جاوبت، فهتديني جايزه اديني يعني، خلاص مش هتديني سيبني امشي عشان عايز اروح. فقال لي لا لا غني اي حاجه. قلت له انا ما بعرفش اغني طبعا، كسوف كنت مكسوف جدا. وانت فعلا كنت مقتنع ان انا ما بعرفش اغني؟ انا ما بعرفش اغني، اعرف احرف منين انا؟ مجرب، ما كانش يعني انت كان اول مره تكتشف نفسك حاجة اليوم ده. اه فعلا ما اعرفش انا هعرف اغني ازاي. فكان في واحد جارنا موجود، احمد غني اي حاجه. فانا خلاص بقى بقيت قدام امر واقع والناس كلها بتقول لي غني، طب انا هغني ازاي؟ انا ما بعرفش اغني. فاخدت المايك وبدات اغني. كان اول مره بقى اسمع نفسي ومايك وسماعات وناس. ده انا صوتي حلو. انت لقيت الناس بتسقف وانا سامع نفسي بغني في المايك. غنيت ايه يومي؟ ايه ده؟ غنيت اغنيه لتامر حسني اسمها بعيش. قالوا ده انت بتغنيها؟ انت ايه ده؟ امال لو ما بتغنيش كنت عملت فينا ايه؟ أي. قلت له انا ما اعرفش. المهم لقيته في الاخر بيديني الجائزه العظيمه دي، بيديني تيشرت صغير، هو صغير شويه بيديني ده. هو انا كنت صغير بس مش صغير قوي للدرجه دي، بس هو اداني التيشرت. هي جائزه كبيره في معناها بقى يعني، صغيره قوي في حجمها وكبيره. فانا يومها قلت له ايه ده؟ قال لي ده الجائزه بتاعتك. قلت له لا خد مش عارف. فعلا بنفس اللي حصل كده. فقلت له لا خد اتفضل مش عايزها خلاص. فالناس قالت لي لا خدها منه، حرام بقى الناس دي بتعمل كده ليه وكده. فاخدت منه التيشيرت ده ومحتفظ بيه. واخدته وروحت طبعا البيت قلت لهم ده حصل معايا واحد اتنين تلاته. قالوا لي يا سلام، وعملت ايه يعني؟ وقفت غنيت؟ غنيت ايه؟ وقفت ازاي؟ وقمت غنيت وبتاع. طبعا ما فيش اي اهتمام برضو. واضح ان ماما هنا معترضه وكان في اهتمام من ماما بال لا ده كان بقى كل مناسبه عندنا عيد ميلاد لنا لاخواته غني احمد ونسجل له الاغاني بتاعته. شايف يعني كان في تشجيع وكده كده. ماما اخذت على خاطرها لان تسجيل ليا فيديو فعلا وانا صغير لو حد شافه انا مش هغني تاني. طيب احمد، انا عارفه ان انت ليك اكتر من اغنيه منها اغاني نزلت مشاهدتها جامده جدا وخدت عليها تكريم، بس قبل ما اتكلم عن الاغاني دي عايزه اسمع حاجه ليك انت شخصيا، حاجه خاصه بيك مش لمغني تاني. انا عامل كذا حاجه يعني. في كنت عامل اول حاجه عملتها اغنيه اسمها انسان بريء، دي كلمات محمود سلامه والحاني. وبعدها عملت في عيد الام اغنيه اسمها البيت والدفا، كنت مقدمها هديه لامي في عيد الام. الله جميله قوي. دي كلمات محمد بشير وكانت الحاني برضو. طب ما نسمع البيت والدفا علشان احنا محتاجين قوي نحس الاحاسيس بتاعت البيت والاسره والدفا وده بعدين احنا بيت العيله يعني. ما كانش نسمع بيت العيله البيت والدفا نسمعها فين؟ بسم اللي صارك من العيون، بسم اللي خلاكي قمر، انتي اجمل شيء في الكون يا ملاك بين البشر. بسم اللي صارك من العيون، بسم اللي خلاكي قمر، انتي اجمل شيء في الكون يا ملاك بين البشر. انت الحنان وانت الامان في دنيا تافهه مزيفه مهما روح لاي مكان. حضنك البيت والدفا، انت الحنان وانت الامان في دنيا تافهه مزيفه مهما روح لاي مكان. حضنك البيت والدفا. الله.
كان ايه احساسك لما سمعتي اول مره؟ فرحت جدا اول، كانت اجمل هديه عيد امي جابها لي بصراحه. طبعا يعني اكيد انا عمري ما جبت هديه لام اصلا. حكي على الناس. كل الامهات بتقول ان ابني بيجيب لي، واحنا ما بنجيبش حاجه اصلا. طب هقول لك على حاجه، نجاحك هديه بالنسبه لي انا اجمل هديه تيجي. ده رد يعني انا لو منك يعني مش ممكن يعني. مش مستنيه حاجه يعني، حتى الهديه بتعتبر نجاحك الشخصي انت هديه ليها هي، مع ان هي مالهاش دعوه اصلا. لا هو نجاح وفخر ليا. لا طبعا اكيد نجاح وفخر ليا كل ام. هم سبب وجودي في الدنيا وجمالهم على راسي، وطبعا انا من غيرهم ولا حاجه يعني. الله يخليك حبيبي، ربنا يخليكم لبعض. وتقولوا دايما وتعبروا عن المشاعر، التعبير عن المشاعر ده مهم جدا طبعًا. واحنا الحمد لله بيحسب لينا في البرنامج ده، الحمد لله حقيقي، ان احنا بنسمع والله. الاطراف المشاعر والكلام الحلو اللي نبع من القلب اللي ممكن يكونوا بقالهم ما فتره الدنيا واخداهم وما سمعوهوش وما قالوهوش لبعض وما صرحوش بعض. هو التواصل لعلمك هو اللي بيعمل ترابط في الاسره. ايوه يعني انا لما اساله واكلمه هو يقول لي ويحكي لي وانا اكلمه واساله، يعني بيبقى في حوار. هو ده اللي بيعمل خاصه في الزمن اللي احنا فيه ده والتليفون. أيوة. طيب انا عايزه اسمع صوت فاطمه وعبد الرحمن، ينفع فاطمة. بقى فاطمه انت في سنه كام؟ اولى ابتدائي. داخل سنه اولى ان شاء الله. داخل سنه اولى، انت صغيره قوي يا فاطمه. وعبد الرحمن انا داخل سنه ثانيه اعدادي. طيب عبد الرحمن انت يعني في بقى اي موهبه؟ كوره، رسم، تصوير؟ صديق جدا يعني، حارس مرمى هايل يعني، هو عنده بيلعب كوره كمان. انا سامعه ان انت على طول بتتخانقي مع عبد الرحمن، شكلكوا هنا اصحاب قوي. وانت قاعده كده جنب عبد الرحمن، سامعه ان في على طول مشاكل بينكم. وانت يعني ايه يا فاطمه بقى؟ انت بتحبي ايه؟ ايه اكتر حاجه بتحبي ترسمي، تحبي تتفرجي على ايه؟ هوايه جميل. لازم كل انسان يبقى عنده هوايه. تغني على فكره كمان. تغني؟ اه بتحبي تغني. تحبي تغني؟ خدي يلا امسك. وعبد الرحمن ناوي يكمل في موضوع الكوره؟ خد المايك غني ان شاء الله. هو الاول هو الاول. ربنا الدراسه هي اللي شغلاك. دراسه اه بس يبقى ما بحط لكم على طول هدف اول الدراسه وبعد كده اي حاجه، واضح كده. طيب احمد ناصر، انا عارفه ان انت شاركت في حفله التلفزيون. ليالي التلفزيون طبعا. ليالي التلفزيون كان شرف كبير ليا طبعا. وفي عودته يعني، هو كان انقطع فترة 10 سنين تقريبا، 10 سنين، ولما رجع انت كنت من النجوم اللي نورت الحفل. تختار لنا اغنية من الاغاني اللي غنيتها ممكن تغنيها نسمعها تاني؟ بحب طبعا الاستاذ مدحت صالح جدا، يعني يعتبر مثلي الاعلى فعلا، لان في ناس كتير قوي بتشبهني بيه، فكنت غنيت في الحفلة دي زي ما هي حبها. الله الله، يا ريت استاذ مدحت صالح ممكن نسمعها. أكيد أكيد. زي ما هي حبها بحلوها بمرها، بص لحبيبتك حسها وزي ما هي حبها، لا هتاخد ايه ولا كم وليه، ده العشق لو من القلب طالع العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي رايع. افتح خزاين ذكرياتك شوف الصور والمصطفاير، بنت حلوة زي القمر، هتلاقي قلبك يرتعش حب وشجن ويدوب يدوب بين الطموع لو كان حجر.
لا حتاخدي ولا كم وليه، ده العشق لو من القلب طالع العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. لو بنتكلم على احمد وقد ايه موهبه جميله وتستحق التشجيع وكل ده، نقول الاصل هنا، يعني الاصل في الموهبه انه وراثه من الاب. حضرتك مصور، بتكلمني عن التصوير فعلا بحب. أيوة. يعني وانت حضرت وقت ما كان المصور الفوتوغرافي هو اللي بيعمل كل العمليه من اولها يدوي، يدوي بالايد لاخرها. حضرت ايام لما كان جزء لا يتجزا من الفرح ان احنا نعرف العروسه، يعني تعرف هتروح تتصور عند مين. أيوة. لان هي عايزه الذكريات تتسجل في احسن ما تكون، يعني احسن صوره ليها، فبتختار المصور تبقى متفقه معاهم، محددين له الميزانيه وكل. أيوة ده انت. أيوة حضرته. أيوة. وبعدين كان التصوير وبعدين كان ابيض واسود. أيوة. ما كانش فيه الوان. أيوة. ولا كان فيه كمبيوتر ولا فيه كلام، يعني حتى كان اللي بيتصور ما كانش بيشوف الصور بتاعته الا لما تطلع، يعني اول واحد بيشوفها المصور، يعني اللي بيتصورها ما بيشوفهاش الا بعد مثلا اسبوع 10 ايام، يقول له مثلا لما تطلع الصور، وبعدين تتحمض وتعمل رتوش وستيف وتطلع الصور. كنت كل ده انت بتعمله. ايوه. ودلوقتي انت حضرت بقى كمان التطور دلوقتي بقى اللي الجديد حصل، بقى مش عارفه انت معايا. الابيض واسود ده كله اتلغى. حاجه اسعدتك ولا لا؟ مش عارفه والله، هي في يعني اسعدتني وفي نفس الوقت ما بتشبهش الهوايه اللي انا كنت بعملها. ايوه. يعني الاول كنت بعمل كل حاجه بايديا، دلوقتي كمبيوتر وزراير وبس، ما فيش زي الاول كنت بمسك القلم والرصاص. المفروض انها تكون سهلت عليك ولا ما سهلت؟ ولا انت حسيت سهلت ان دورك تقلص؟ بس يعني انقرض في ناس كتير بطلت لان هم ما عرفش يدخل مع الكمبيوتر. يعني ما عرفش يشتغل مع الكمبيوتر، يطور نفسه، لان كان اغلبيه المشاور بتاعك في كتير بطلت. لا في بس كان في ناس بقى اكبر كتير، ما طبعا ما عندوش قابليه ان هو يقعد كمبيوتر بقى ويعرف، وحتى النظر ما يبقاش كتير. لان احنا شغلنا كله معتمد على النظر. ايوه. لان كنا بنعمل رتوش زمان، رتوش ده بالقلم الرصاص على نيجاتيف صغير كده، وكنا بنعمل اللي هو الفوتوشوب دلوقتي اللي هو الفوتوشوب دلوقتي وبسرعه جدا. مجرد انت كنت بتعمله بالقلم؟ لا الاول كنا بعمل بالقلم، وكنا نلون بالفرشه والالوان ميه، وكنا نلون بايدينا، وكل حاجه كانت بايدينا. كانت العمليه دي تاخد منك قد ايه عشان تجمل شكل واحده او يعني عروسة. ممكن كنت مثلا اعمل صوره رتوش ممكن تقعد ساعه في وش واحد. يعني ممكن اقعد ساعه اظبط الوش. الصوره ما هو يعني مثلا دلوقتي ممكن اصور 50 صوره للي بيتصور. أيوة. ويشوفها يعني. في ساعتها انزل اوريها له على الكمبيوتر ويختار هو ويختار اللي هو عايزه. الاول كنت انا اللي بختار وهو ما يشوفهاش الا لما تطلع. ايوه. يعني ما هو الملفت للنظر كمان في حضرتك كشخصيه، مش بس انك فنان وبتعشق التصوير. ايوه، ما هو الموضوع ده في الاول شدني ان انا اصور ازاي ابقى بص في الكاميرا الصوره قدامي واصورها ويبقى نيجاتيف واحمض النيجاتيف دوت، وبعد كده يطلع زي بنقول عليها عفريته او النيجاتيف. لا الملفت للنظر ان حضرتك وبعد كمان كده على ورق تشتغل وظيفتين لغايه لا دلوقتي. مش حكايه في وزاره التربيه والتعليم. انا موظف، انا بقالي كتير، بقالي 25 سنه موظف. ايوه. وفي التصوير من 77 او اقل شويه، يعني تقريبا بقاله 40 سنه في التصوير. ايوه. فكان التصوير الواحد دخل فيه بيحب، عايز يعرف ايه دوت، ولما عرفها حبها اكتر. انت دخلته في سنه صغيره على كده؟ ايوه. صار انا يعني في يعني داخل اعدادي. أيوة. مجرد ان انا طبعا نفس السن اللي انا حاولت فيه من الكلام ده ما كانش موجود. أيوة. كتير بالظبط، يعني الشغل التصوير كتصوير ما كانش موجود كتير. ما كانش يعرفوا محلات غير معينة. إيه حاجات يعني ممكن تلاقي في بلد بحاله خمس ست محلات. يعني انت شايف ان تطور المصور الفوتوغرافي ووجود الفوتوشوب والكمبيوتر والتكنولوجي دي كله ان ده جه على حساب ما عادش فيه صنعة شغلك شويه؟ مفيش صنعه بقى. مفيش صنعه. قل عندك الشغل. ايوه طبعا. عند كله أكيد. يعني انا واخداك كمثل. ده الموبايل كمان لغى كاميرات كتير، ما عادش حد السيلفي اللي كله لسه بصور. عايزه اقول لك هو لسه في يعني مهنه التصوير الفوتوغرافي ده دلوقتي كله شغال بالموبايل وكاميرا خلاص بقى. وسيلفي ما عندوش استعداد حتى يطبع الصوره. بالزبط. هو بيجي واخدها حاططها على الكمبيوتر وخلاص. أيوه. مش محتاج بقى لا يطبعها ولا يطلع صوره ولا. ايوه كده يعني. طيب استاذنكم ارجع للفنان معانا النهارده، نجم حلقتنا النهارده، وانا عارفه ان دي حاجه تسعدك مش حاجه تزعلك ابدا. طبعا احنا جايين اساسا عشان احمد ناصر. انت ليك اغنيه
كان في اغنيه مشهوره لانغام ولسه مشهوره اغنيه اكتب لك تعهد. انت عملت رد هكتب لك تعهد على الاغنيه، فليه اخترت الاغنيه دي بالتحديد؟ اولا انغام حلم من احلامي ان انا اغني معاها على ستيج واحد، ده حلم من احلامي. طول عمره يحب انغام. اغنيه اكتب لك تعهد، انا كنت كان عندي حفله في المهرجان الصيفي الاخير في دار الاوبرا المصريه، كنت عامل افتتاح المهرجان الصيفي وغنيت اغنيه اكتب لك تعهد في الحفله مع الاوركسترا. وطبعا من حبي للانغام ومن حبي للاغنيه ذات نفسها وخصوصا ان انا زي ما بقول لحضرتك عايز اغني معاها، نفسي فعلا اغني معاها على ستيج واحد، حبيت اعمل حاجه الفت بيها نظرها يعني. ايوه. وفي نفس الوقت تبقى فكره جديده، ان هي بتقول يعني هي جايه يعني ما بتقول ان هي مجروحه قوي من الشخص اللي هي كانت مرتبطه بيه، وان هي خلاص بقى يعني مش عايزه تعيش معاه ايا كان الاسباب وايا كانت العواقب وايا كان، هي مش عايزه تقعد تعيش معاه خالص يعني. اهون عليها ان هي تموت من ان هي تعيش معاه. فانا رديت عكس ده تماما، ان لا يعني قول لي بقى رديت قلت ايه على طول؟ قلت هي بتقول ممكن تسيبني، انا قلت لا، انا قلت ممكن تستني تسمعيني قبل حتى ما اقول سلام. احنا غنى بقى كمان، غنى بقى، احنا مش القاء بس، احنا عايزين غنى. انا عملت لها فيديو كليب. ايوه. والفيديو كليب تقريبا نزل من حوالي اسبوع على انا عارفه ان الاغنيه دي سجلت مليون مشاهده على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. فيديو عملت فيديو ونزلته على الفيسبوك الحمد لله يعني مليون مشاهده، ده رقم كبير جدا في اسبوع. انت كنت متوقع كده؟ لا بصراحه يعني انا انتوا كنتوا متوقعين كده؟ انا توقعت له كده، قلت له احمد ان شاء الله الاغنيه هتسمع لان كلماتها حلوه. كلام من الاغنيه كمان انا اللي ساعدني اكتر، انا الفكره جات لي كنت قاعد مع اصحابي منهم واحد شاعر اسمه رامي زهران. رامي زهران اصلا كان كاتب لي اغنيه اسمها بعدين اكمل سنه ونزلت على الساوند كلاود وعلى اليوتيوب والحمد لله يعني مسموعه بشكل جميل. جيت رامي قعدت معاه قلت له رامي انا عايز اعمل كذا كذا كذا، عايز ارد الاغنيه دي انا بحبها جدا وعايز اعمل رد على الموضوع ده. فقال لي طب سيبني يومين. سبت رامي يومين لقيته جاي بيسمعني كلام جميل جدا شجعني اكتر واكتر ان انا اتواصل مع ملحن الاغنيه اللي هو الاستاذ ايهاب عبد الواحد، ملحن رائع جدا لسه ملحن اغنيه للفنانه اصاله كسرت الدنيا برضه على على مواقع التواصل الاجتماعي. انا شخصيا اعرفه من زمان وبحب الالحان بتاعته، وبيلحن لشيرين والانغام والامال ماهر واصاله، بيعمل الحان لناس كبيره جدا يعني. وتواصلت مع الاستاذ ايهاب وشرحت له الفكره بتاعتي وهو يعني مشكورا ما كانش عنده اي اعتراض عن الموضوع. وهو ده تشجيع المواهب اللي بقول عليه طبعاً. انت بتديني يعني مثل حي دلوقتي لما بقول المحترفين يشجعوا المواهب بالزبط. المسؤولين يشجعوا المواهب، الاسره التشجيع بقى من الاسره من المدرسه من فبنحييه يعني ان هو طبعاً شجعك طبعاً ان هو طبعاً. وطبعا هو شاف فيك موهبه مش ما كانش عمره هيتعاون الا لو شاف موهبه اكيد. بس هي الفكره كلها برضو ان دلوقتي الواحد احنا بنغني دلوقتي الاغاني القديمه وبنحافظ على التراث بتاعنا والكلام ده كله، وفي نفس الوقت شايفين في مصر فن للاسف الشديد هابط جدا. يعني احنا شايفين موجه برضو عاتيه من الفن للاسف الهابط. للاسف. انا شايف عبد الرحمن تجاوب وبيأكد وبيعمل ايه. عبد الرحمن رايك في الموضوع ده؟ انا شايفك تجاوبت اصلك قوي يعني واحنا بنتكلم على الفن الهابط. في اغاني دون المستوى مش كده؟ انت بتتضايق لما تسمعها؟ طب ما ده حاجه مبشره ان الجيل ده رافض الاغاني ده عبد الرحمن حتى الصغيرين عايش يعني يعني من ساعه البرنامج ومن بعد كده والحفلات وكلام من ده هو كان بيجي يحضر معايا وفي بعض الاوقات كان بيغني معايا كمان في الحفلات. ف خلاص هو حس الفرق بين ده وبين ده فبالتالي هو كمان بدا ميز يبعد عنه بالعاميه كده اتربى على الفن النظيف وودنه اخذت عن نظافه وعلى الفن النظيف الراقي يعني. انا من الناس اللي بتحاول ان هي تغير الكلام ده انا قاعده مستنيه احمد الاغنيه سمعنا ممكن تستني تسمعيني قبل حتى ما اقول سلام. أنا وعدي ليكي
افضل معاكي وجيت اكون قد الكلام. ممكن تستني تسمعيني قبل حتى ما اقول سلام. انا وعدي ليكي افضل معاكي وجيت اكون قد الكلام. ولو انت خايف ارجع في وعدي ويكون كلام علشان تعدي واني ابقى بقولها من غير اهتمام. انا اللي هكتب لك تعهد انك تعيشي باقي عمرك جنب مني ويكون ما بيننا بدين جرحك مدان. والعمر وايام تعدي واقفل وراها اقفال ببان. كل اللي عايزه تبقي جنبي والحب بالايام يبان. مش بس هديك احترامك انا هبقى ليكي كمان امان. ارجع في وعدي ويكون كلام علشان تعدي واني ابقى بقولها من غير اهتمام. انا اللي اكتب لك تعهد انك تعيشي باقي عمرك جنب مني ويكون ما بيننا احترام. لا اكبر بقى يا عبد الرحمن، عايزين منه اثنين يعني، عايزينك تاخد الشهادة بسرعة كده وتدخل برضو يا رب تحترف برضو الفن والغنى. وكان معلومة جديدة ان كان عبد الرحمن بيغني مع احمد كمان. ايوه لا ربنا يبارك. ومحمد كمان بيمثل مسرحيات برضو في الجامعة ايوه يعني برضو عنده بقى هنا موهبة التمثيل فن واخد شكل تاني يعني. وساعات برضو بيشتغل مع احمد. محمد طويل وبيلعب باسكت. ايوه ومحمد معايا على طول برضو في الفرقه، بيبقى فوكال معايا في يعني في الفرقه برضو حافظ كل يعني. انا عايزه اجي هنا الاستاذه ايمان اللي هي ليها الفضل يعني دايما الفضل طبعا الاب وكل حاجه والمجهود والتشجيع والتوجيه. لكن هنا انا سالتك قبل ما نطلع ونسجل البرنامج قلت لك بتشتغلي او كان ليكي حلم خاص بيكي، قلت لي لا عمري وانا كان شغلي اربع ولاد ودي حاجه مش قليله، ده شغل وشغل جامد. فانا هنا بشهد لك مش ان انت اتعلموا كويس وان هم فنانين وموهوبين انا بشهد لك ان الترابط ما شاء الله كمان بينهم. يعني ان احمد يبقى مع عبد الرحمن على طول ويبقى معاه محمد. أيوة دي حاجه مش موجوده كتير. ما هو في لازم يبقوا اخوات، لازم يبقوا مع بعض. هو كبير لازم يخاف عليهم ويبقوا هما تحت جناحه بقى، انت واخده بالك ازاي؟ فاحمد حب الغنى فهم كمان حبوه عشان هو برضه حببهم في يا احمد اخواتك قال لا ده صوته حلو يجي معايا، ده صوته حلو خلاص انت اقتنعت يعني خلاص ماشي مفيش مشكله. فبداني الحاجه كويسه وهم مش هيعملوا حاجه انا مش راضي عنها او باباهم مش راضي عنها فخلاص انتهى الامر. ايوه فالحمد لله يعني هم مترابطين ومتماسكين بيحبوا بعض ودي حاجه مهمه. وبعدين مهمه يعني بينهم كيمياء الحمد لله. ايوه بينهم كيمياء.
طيب احنا يعني ما سالناكش انت مين المغني. انا فهمت طبعا انغام دي مغنيه مفضله طبعًا عندك. طبعا. مين مطرب مفضل عندك تحب تسمع له؟ إيه عشان هنسمع له اغنيه كلنا. انا بحب ناس كتير جدا جدا جدا. اختار لي حد نسمع له اغنيه دلوقتي مع بعض. ده هم كتير قوي. بس انا هقول لحضرتك حاجه، انا في البرنامج اتشبهت بالراحل الكبير الاستاذ عبد الحليم حافظ. طبعا حبيبنا ده كلنا. شرف كبير ليا ان انا يعني حد يشبهني، فنان كبير برضو الاستاذ عاصي الحلاني شبهني بان انا شبه عبد الحليم حافظ. ف باحساسه الحمد لله رب العالمين. دي حاجه وشهاده انا اعتز بيها طبعا. طبعا طبعا. طيب إن اختار اغنيه نسمعها مع بعض لعبد الحليم، اغنيه من اغانيه المفضله. اغنيه لعبد الحليم ممكن نقول مثلا ايه لعبد الحليم هنسمعها مع بعض. هنزاحها لعبد الحليم، اغنيه نزاحها لعبد الحليم ونسمعها. اغنيه نزاحها لعبد الحليم ونسمعها بصوت عبد الحليم. انا غنيت بحلم بيك في ليالي التلفزيون. يعني دي اكتر حاجه بتحبها؟ اكيد. نشوفها مع بعض. ممكن جبار. يا سلام. جبار او بحلم بيك اي حاجه من الاثنين. انا في المهرجان الاخير في الاوبرا غنيت جبار وغنيت بحلم بيك الاثنين. انت اغني لنا بحلم بيك وندخل على عبد الحليم خلاص. انت شكلك عايز تغني بحلم بيك. نسمع. بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا، إن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك. عبد الرحمن، بما أن أنت غنيت مع أحمد فأنت بالتالي أكيد صوتك حلو. أنت ممكن تسمعنا حاجة ولا مكسوف؟ لا مش مكسوف. احمد اديني المايك. قول يلا. يا سلام. هتسمعنا ايه؟ هتقول ايه؟ اغنيه لطفل سيف. طفل سيف؟ ابن الشهيد. ابن الشهيد. طيب حلو يا عم. اوكي نسمعها. احب اعرف الجميع واديكوا نبذه عن حياته، ليا الشرف والدي الشهيد اللي افتخر بانجازاته. فز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع. ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي اتحرم دلوقتي منه أهل بيته، وعشان آمنا بالقدر والشهادة قلنا العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. أيوة العمل لأجل الوطن أفضل عبادة. الله جميل يا عبد الرحمن. طبعا أخوك بقى أحمد هيقول لك أنت محتاج إيه وتشتغل على نفسك إزاي ومخارج الألفاظ يبقى واضح إزاي وكل طيب أنا عايزة أعرف بقى أنت إيه آخر نشاطاتك؟ اخر سؤال عندي بقى، احب اعرف اخبارك الجديده ايه وبتستعد لايه. والله وانا عملت اغنيه اسمها بحاول من سنين، دي اغنيه وطنيه. والله انا يعني اتمنى ان الوضع الفني في مصر يرجع زي ما كان الاول. طبعا بفضلك وبفضل المواهب الجديده انتوا هترجعوا لنا الوضع تاني، وزي ما بنقول مصر ولاده يعني والمواهب فيها لا تنضب. فيعني انت بتدينا امل. ربنا يخليك. حقيقي ده حقيقي. انا بشكركم وسعيده جدا بلقائي معاكم. اسعد جدا معاكي حقيقي بجد. استاذ ناصر، الاستاذ ايمان، احمد، ناصر. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله في نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله.